لما بعمل حاجة وبحس ان هي فرقت معايا بحب جدا ان انا اقول لكم عليها. فعايزة اقول لكم على حاجة فرقت معايا الفترة اللي فاتت جدا. كنت حاسة بخمول رهيب كده وكسل وان انا مش قادرة اعمل حاجة. طبعا اكيد اكيد جزء من الحاجة دي بسبب الحمل والتقل خلاص وكده، ونفسي مش احسن حاجة، بس كنت حاسة ان انا مش قادرة وورايا حاجات كتير جدا محتاجة ان انا اعملها واخلصها قبل الولادة. بحاول بكل الطرق ان انا اتنشط الصبح واقوم مش قادرة، حتى التصوير ماليش مزاج، كنتش عايزة اعمل اي حاجة. ففي مرة ظهر لي بوست كده ولقيت كذا حد كمان قال لي على الموضوع ده، فاستغربت ان كله جه في وقت واحد. فحسيت يعني ان دي زي ما بنقول كده ايه، علامة ان لما تصحي من النوم وانت لسه في السرير تسبحي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 33 مرة وتقومي، هتحسي بفرق رهيب جدا في طاقتك. انا بصراحه يعني قعدت اقول انا هجرب، يعني انا كده كده بسبح بس ما كنتش بسبح اول ما بصحى من النوم، يعني ممكن بعد الصلاه كده. فقلت هجرب ان انا اول ما اصحى من النوم وافتح عيني وانا لسه في السرير ان انا اسبح. بقيت ان انا لما باجي داخله انام اعمل كده، ولما اصحى من النوم برضو اعمل كده، حتى لو نسيت وانا في السرير يعني بعد ما اصلي وكده اقعد اسبح. فعلا الموضوع فرق معايا جدا، وفرق في طاقتي وفرق في نشاطي وفرق في حاجات كتير. مش هقول لكم ان انا بقيت زي الحصان يعني، لان طبيعي بتختلف يعني عشان عندي حمل وكده وتعب، بس بقيت قادره ان انا اقوم. يعني انا بجد ما كنتش قادره اقوم من السرير. وعارفين لما يبقى عندكم احساس انا مش عايزه، عندكم كده تحسوا بلوك، مش عايزه اعمل، مش عايزه اصور، جزء مش عايزه ده بقى هو اللي اتلغى. فبجد الموضوع فرق جدا جدا، فحبيت اقول لكم عليه. لو اي حد حاسس ان طاقته تحت الصفر كده وملوش مزاج يعمل اي حاجه يجرب الموضوع ده ويواظب عليه يوميا، بجد هتفرق معاكم. بقى نعمل كيك للفطار، ممكن للعشاء او لسناك، بجد طعمه حلو قوي. والكيك ده انا بعتبره اقتصادي لاني مقللة فيه شوية من المكونات اللي سعرها بقى غالي دلوقتي، فبنحاول نقتصد، بس في نفس الوقت هنعمل كيك خطير. المقادير بتاعته انا ألفتها كده من دماغي في مرة وانا واقفة، ولقيته فعلا طلع طعمه حلو جدا، فاعتمدته وبقيت بعمله كتير، فقلت اشاركه معاكم النهاردة. محتاجة عشان نعمل بيها الكيك كوباية من اللبن،
نص كوباية من الزيت، وده اللي اقتصدت فيه لان الزيت كنت بحط كوباية، مع ان سعره بقى غالي جدا فبحط نص كوباية، كوباية واحدة من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة، في ناس بتحط كوباية ونص، انا بحط كوباية واحدة بس. وبيضتين، في العادي الكيك بعمله بثلاث او اربع بيضات فاستخدمت بيضتين بس، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام. سألتوني على نوع الكاكاو اللي انا بستخدمه، انا بستخدم كاكاو دريم وبجد حلو قوي، وكوبايتين من الدقيق، ومعانا باكت من الفانيليا وباكت من البيكنج باودر، وهنضيف عليهم رشة ملح ومعلقة صغيرة من الخل. كل المكونات هكتبها لكم هنا دلوقتي على السكرين عشان تاخدوها سكرين شوت. انا هعمل الكيك كله في الخلاط، فيلا بينا نجهز الخلاط ونبدأ نعمله على طول عشان ما ياخدش معانا وقت. اول حاجة هضيف في الخلاط البيض، وهحط معاه الزيت، والسكر، كله هحطه على بعضه، وفي الاخر هخلطهم مع بعض مرة واحدة، وكمان كوباية اللبن ومعلقة صغيرة من الخل وهضيف معاهم الباكت بتاع الفانيليا. وهبدأ بقى اخلطهم كويس جدا جدا من 3 ل 4 دقايق. بعد ما خلطت المكونات السائله مع بعض كويس جدا، هبدأ اضيف بقى المكونات الجافه، كوبايتين الدقيق، حطيت عليهم باكت البيكنج باودر ورشه من الملح، رشه بسيطه قوي يعني، وهضيفهم عليهم في الخلاط، وهبدأ اضرب تاني بس حاجه بسيطه يعني. ان الدقيق اختلط كويس هفتح واقلب كده بالسباتيلا عشان انزل لو في اي حاجه في الجناب، اشوف القوام بتاعه محتاج دقيق تاني ولا لا، ونقلبه كويس قوي. الخليط بقى جاهز معايا، دي الصينيه اللي انا هعمل فيها، مبطنوها بزيت ودقيق، وهبدا انزل بالخليط بس هسيب فيه كميه صغيره، هوريكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. الكمية اللي اتبقت دي هضيف عليها معلقة كبيرة من الكاكاو، وهضيف عليها معلقتين كبار من اللبن. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا برضو، اخلطهم، انزل بيهم فوق الكيك بالشكل ده. هفضي بقى كل الكمية اللي موجودة في الخلاط عليها. ده الكيك بتاعنا بقى جاهز، هديلها بس خبطتين كده نفرغ اي هوا فيها. هدخلها الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي معايا، بفتح عليها بعد نص ساعة اعمل لها اختبار اشوفها استوت ولا لا. لما الكيك يستوي نغسل كل المواعين اللي عملناها ونشيل كل حاجة مكانها ونرتب وننظف. ده كده شكل الكيك بعد ما طلعت. على طول اول ما تطلعوها فوطة ناشفة ونظيفة تغطوها كده وتسيبوها لحد لما تبرد تماما، بعدين بقى تبدأوا تقلبوها وتقطعوها براحتك. شكل الكيك بعد ما بردت خالص بقى وسبتها وقلبتها على الناحية التانية، كمان هقطعها واوريكم شكلها من جوه. بقى عاملة ازاي؟ وهشة جدا، عاملة زي القطن، خطيرة، مكونات بسيطة وسهلة، جربوها بجد حلوة قوي. دلوقتي بقى نجهزها يلا عشان نفطر بيها.
حسيت ان الكيك ده كده محتاج على الصبح، بما ان بقى تعبنا وعملنا كيك نعمل شاي كده في البراد يبقى طعمه سخن ويدفينا في الشتاء. وانا النهارده اصلا قررت ان انا اشارككم روتيني الصباحي، حاجه هاديه وبسيطه وخفيفه. دي النهارده يعتبر عباره كده عن صباحيات اليوم بتاعي. النهارده اسلام هيتاخر في الشغل وهاكل انا وديما لوحدنا، فانا ديما ليها اكل باقي عندي من امبارح هسخنه لها وهوريكم بقى هعمل اكله ليا كده، حاجه ايه، اكل مطاعم في البيت. اول حاجه هستخدم عيش التورتيلا، او طبعا لو عندكم عيش سوري بس انا مش موجود عندي. حط بقى الصوصات اللي انتوا بتحبوها حطوها، انا هحط التكساس برجر وهحط عليه كاتشب. ضيف طبعا من مخلل الخيار السريع اللي انا عملته معاكم، لو ما شفتهوش عملته الفيديو اللي قبل ده على طول. وعندي قطعه بانيه كده كانت متبقيه من امبارح هحطها في واحد بس لان مش هتكفي على الاثنين. ضيف عليهم بقى بطاطس انا عاملاها في الاير فراير، وعايزه اقول لكم ان العيش اللي مستخدماه كمان عيش اسمر، فهي اكله هيلثي وصحيه. فهتضيف البطاطس بالشكل ده، هنا هكتر بقى شويه عشان ايه ما فيهاش فراخ. بقى الغداء وجماله احلى من اي ساندوتش ممكن تطلبوه من بره، ومضمون وكمان بطريقه صحيه في الاير فراير، والعيش كمان صحي، حاجه كده يعني ايه فاخر من الاخر، تحفه. بيقرمش وكريسبي مع الصوص بقى والحاجه اللي جوه. دايما كده في اليوم الخميس حاولوا ان انتوا تريحوا نفسكم. انا النهارده الخميس، مش عارفه الفيديو بصراحه هينزل لكم امتى، بس النهارده الخميس بحاول اعمل اكل كده سريع وحاجه منجزه. الاول كنا بنجيب دليفري من بره، دلوقتي يعني بنحاول ان احنا لا نعمل حاجات بقى بره في البيت وبطريقه صحيه تبقى طعمها كمان لذيذ، ونحس ان احنا اكلنا اكل مختلف، فبجد بتكون حلوه قوي.